مستشفى الأورام اللي كان قافل في طنطا، والمستشفى اتفتح تاني، ودي حاجة حلوة وحاجة مهمة. بحضور وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا، تم إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال في طنطا بعد الإغلاق. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا. يا أهلا وسهلا ومنورنا يا دكتور. يا فندم ربنا يبارك فيك يا يوسف بيه، حضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم. والله حضرتك بقى أكيد عارف أنا أحبك قد إيه، وحضرتك عارف برضو الحب متبادل بينا وكلنا بنحب بعض في البلد والله. والله العظيم. والله اولا الف مبروك على اعاده تشغيل المستشفى مره تانية، لانه ده شيء مهم جدا عشان خاطر اهالينا واولادنا. بص يا فندم، والله يا يوسف بيه، الرساله اللي من ورا هذا الموضوع يمكن كمان اهم من التشغيل نفسه. التشغيل كان شيء طبيعي هيحصل، لان الرساله ان الدوله بتحترم ابنائها. احنا في دوله محترمه، دولة فيها جمهورية جديدة حقيقية، مش مجرد كلام ولا شعارات. احنا دولة بنحقق الحياة هي كريمة، مؤسسات الدولة ملتزمة التزام كامل. هذه هي الرسالة، ان الدولة ملتزمة التزام كامل بتحقيق الحياة الكريمة اللي فخامة الرئيس دائما ما يتحدث عنها، ومش مجرد حديث ولكنه فعل كل مؤسسات الدولة بتنفذه، وجامعة طنطا من احد هذه المؤسسات. ايوه. طب مش يعني اللي انا هساله بقى مش متعلق باحنا المستشفى وظروف الاغلاق وما الى ذلك، لكن العوده مره تانية، العوده دي مصحوبه يا دكتور بانه واضح من الصور انه في المزيد من التحديثات، المزيد من التجهيزات، وانه التجهيزات والتحديثات و و و الى اخره معموله على مستوى متميز جدا. الحقيقة طبعا يمكن دي الفترة اللي احنا استغرقناها منذ بداية الأزمة، منذ بداية خروج قرار أو صدور قرار دولة رئيس الوزراء. ولابد أن أنا أشير هنا، ويمكن مشاهدين حضرتك الكرام بعضهم ما يعرفش، أن دولة رئيس الوزراء بنفسه كان مهتم اهتمام بالغ بهذا الملف، ويعني كان في تواصل مستمر ما بيني وما بين معالي وزير التعليم العالي، وما بيني وما بيني وما بين العاملين في مجلس الوزراء في هذا الأمر بشكل يعني مش عايز اقول اسبوعي او يومي احيانا. هذا الملف كان ملف مهم جدا، لانه بيتعرض لصحه ابنائنا في الدلتا، وسط الدلتا او الدلتا كلها الحقيقه، مش الوسط بس، اقليم الدلتا تقريبا او هو بالفعل ما فيهوش مستشفى لاورام الاطفال. صحيح. فطبعا كان تعليق العمل في هذه المستشفى يسبب ازمه كبيره لابنائنا، وخاصة يعني عناء السفر وتكلفة العلاج، فكان لابد ان الدولة تتدخل في هذا الامر. وبالفعل تم وضع خطة تنفيذية درست من ناحية القانونية والمالية واللوجستية، ويمكن ده اللي خد الوقت الكبير. والحقيقة من اول يوم ومن ساعة ما اغلقت المستشفى الى الان خلال الشهور التسعة دي كلها، كانت مستشفيات جامعة طنطا قراري لما صدر يوم 26/7، في 26/7 بعديها باربع ساعات بالظبط اصدرنا قرار في مجلس المستشفيات الجامعيه، ترأست انا المجلس يوميها ان احنا نفتح 13 مستشفى جامعي، واحنا عندنا الحمد لله فرح يعني طبعا المستشفيات الجامعيه طبعا ضخم جدا لكل المرضى بدون اي مقابل وبدون اي شروط، ونستقبل المرضى الى ان نبدا اعاده التشغيل مره اخرى كما جاء في قرار دوله رئيس الوزراء. وخلال هذه الفترة عدينا خطة استراتيجية متكاملة، مش الهدف منها إعادة التشغيل بس يا يوسف بيه، احنا عايزين نعمل نموذج يكون مستدام، ويكون نموذج يمكن يكون جديد في ولا هو بالضرورة حكومي 100% ولا هو أهلي 100%، نموذج جديد يعني يقدم خدمة راقية لأولادنا اللي بيعانوا من هذا المرض الخطير. وبالفعل حطينا تصور أو زي بيزنس موديل، وعرضناه على معالي وزير التعليم العالي، وعرض على دولة رئيس الوزراء، وحصل بقى مناقشات وتعديلات إلى أن وصلنا إلى أفضل بدائل لهذا النموذج اللي نضمن بيه استدامة تقديم الخدمة، مش مجرد ان احنا نقدمها النهارده وبعد شهرين ثلاثه نرجع نقفل مره ثانيه. أيوة. بالاضافه لكده لتكامل الخدمه، يعني 57 الحقيقه كان لسه بادئ جديد، وكانوا هم يعني الهدف الاساسي هو بيتعاملوا مع المرضى وبيشخصوا الحالات، وانما اغلب الحالات كانت بتروح القاهره لتلقي العلاج فيها.
الحقيقه احنا قلنا لا، احنا عايزين نعمل حاجه متكامله، ان احنا مش هنصفر ولا هنعمل، احنا هنعمل كل حاجه في جامعه طنطا، العلاج سواء العمليات، سواء العلاج الاشعاعي، سواء العلاج الكيميائي، سواء العلاج المتقدم، كل هذا سيتم ومن خلال الدوله، وخاصه ان كل اطفال مصر يا يوسف بيه ليهم تامين صحي وتحت مظله التامين الصحي بالفعل. وبالتالي احنا حطينا التصور بالناحيه الطبيه والصحيه واللوجستيه وازاي نطور ده، وصدر والحقيقه دوله رئيس الوزراء اصدر يعني تعليمات لكل الوزارات المعنيه بدعم جامعه طنطا اللي حتى تستطيع ان تنفذ الخطه الاستراتيجيه اللي تقدر بيها انها تقدم هذه الخدمه على اعلى مستوى. كل الوزارات تعاونت الحقيقه بشكل كامل ودعمونا دعم كبير جدا، حتى التجهيزات الطبيه طلبناها من، وخلي بال حضرتك انا بكلم حضرتك ان احنا في وسط ازمه اقتصاديه عالميه طبعا، ولكن الدوله لم يعني مش عايز اقول لم تتاجر بهذه النقطه خالص. ولا قالت والله احنا عندنا ازمه ولا لا، لم دعم مالي كامل ودعم للتجهيزات الطبيه رغم مشكله الدولار ورغم كل هذا الكلام، لكن هذا الكلام حصل في هدوء ومن غير ما الناس تعرف ان ده بيحصل كل يوم، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالاضافه لكده ان احنا جامعه طنطا كمان خصصت مبنى، كان مستشفى برضو موجود عندنا خصصناه وطورناه وجددناه خلال الشهور الماضيه عشان يكون مستشفى ثانيه كمان لسرطان الاطفال جوه المجمع الطبي بتاع جامعه طنطا، ويبقى باك اب للمستشفى اللي موجوده بالفعل دي. ان شاء الله يقدر يقدم كل الخدمات العلاجيه والتشخيصيه مش بس التشخيصيه. فالحقيقه يضاف لكده ان احنا قلنا احنا مش عايزين حد يبقى جزء من المشكله. 57357 ده نموذج راقي ومتطور صحيح، والمصريين كله بيثقوا فيه. احنا عايزين نكون معانا، يبقى جزء من الحل مش من المشكله. واهتمينا ان احنا نعمل بروتوكول للتعاون ما بين جامعه طنطا و57357 بنكمل بعض، يتم من خلالها نكمل بعض طبعا كده. هو التكامل ده اهم حاجه. النهارده احنا كنا بنمضي بالمناسبه التكامل تحالف اقليم الدلتا ما بين كل جامعات اقليم الدلتا 14 جامعه، وعرضنا هذا التحالف على معالي الوزير ولقى استحسانا ازاي نتحالف عشان نقدر نكون جزء من نختم خطه الدوله للتنميه المستدامه، ونبقى الجامعات ومراكز الابحاث جزء من عمليه التنميه، ما تبقاش عايشه هي لوحدها. يعني ما يبقاش هدفنا التدريس فقط ولا البحث صحيح فقط، لا لازم صحيح نكون موجودين جوه المجتمع ونقدر نطور المجتمع ونخدم المجتمع. وانا بعتقد ان اهم حاجه الرساله نفسها يوسف بيه، ان المصريين يبقى مطمنين ان الدوله بتحترمهم، والدوله لا يمكن ابدا في يوم من الايام ما هي التجربه برضو يا دكتور محمود بتبقى دايما هي الفيصل. يعني اول خلينا اشكرك الاول دكتور محمود، كل الشكر دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا.